من وجهة نظرك فوز الأهلي على الهلال السعودي برباعية في كأس العالم للأندية، شايف إن الأهلي يقدر يكسب الاتحاد برباعية ولا تتوقع مين يكسب؟ المعايير مختلفة بين الاتحاد والأهلي ومعايير الهلال والأهلي. الاتحاد أصبح عقدة، وحتى هذه العقدة أثرت على أنه في بطولة كأس السوبر السعودي المصري كان المفروض قبل حوالي 3 سنوات أنه يتقابل الاتحاد، رغم أنه كل المحاولات كانت من قبل رئيس هيئة الرياضة في ذيك الفترة الأستاذ تركي آل الشيخ أنه يكون في هذا اللقاء، لكن انسحب مرتين. يعني المرة أبدأ موافقته رئيس نادي الأهلي وبعدين غير كلامه، والمرة الثانية، بما يدل على أنه يعني في عقدة لا زالت قائمة، وفي نفس الوقت المباراة القادمة حتكون يعني نتيجتها ممكن يحقق الاتحاد 4 اللي حققها الأهلي المصري قدام الهلال. وإن كان نظرنا لنادي الهلال في تلك الفترة كان في أوضاع يعني فنية غير جيدة، بس الأهلي ساعتها برضو ما كانش معاه اللاعيبة الدوليين وكان في إصابات وغيابات كتيرة. هي مباراة وخلاص أصبح سجل التاريخ 4 دي، إيش الظروف ما الظروف، وفي نفس الوقت يعني أنا أعتقد أنه الكل بارك له على الفوز، وهي كده الكورة يعني لما تيجي تطالع. بس إن نحن بصرف النظر عن الاتحاد والأهلي، نحن يهمنا في بطولة كأس العالم إنه في نادي عربي يكون له يعني تواجده القوي، سواء نادي الاتحاد سواء الأهلي المصري. نبارك للفائز ونقول للمهزوم هدرا. فبالتالي أنا أعتقد إننا نحن بصرف النظر عن التحديات بكلها، هذا التحدي كله في مصلحة الكرة العربية.